السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنرى بعض الدوال المعرفة في الكلاس Thread والتي يمكن استعمالها حسب الضرورة حسب البروبلم الذي تريدون حله. طبعا هذه بعض الدوال، لكن في دوال أخرى أيضا، وبإمكانكم أيضا أن تستعملوا الدوال الأخرى. من بين الدوال إذا هناك the method suspend. This method puts a thread in suspended state and can be resumed using the resume method. يعني أن هذه الدالة تجعل الثريد في حالة انتظار، وفي حيقع تعليق الثريد، لكن بإمكاننا إعادة تشغيل الثريد باستعمال ريزيوم. هذا يوقف الثريد، يعلق الثريد، يقول له انتظر ما تشتغل إلى أن يقع استعمال الدالة ريزيوم عشان يستيقظ الثريد من جديد ويشتغل من جديد. هناك دالة أخرى stop. هذه الدالة تفرق عن الدالة suspend لأنها حتوقف completely the thread. لن نستطيع لو استعملنا الدالة stop أن نعيد تشغيل الثريد. هناك أيضا method wait causes the current thread to wait until another thread invokes the notify. إذا هذه الدالة حتجعل الثريد ينتظر ثريد آخر أن يستدعي الدالة notify. The method notify wakes up a single thread that is waiting on this object's monitor. إذا هذا الثريد، هذه الدالة حتقوم بإيقاظ ثريد ثاني كان ينتظر الثريد الأول أن يستعمل notify. إذا لو في ثريد يستعمل notify وفي ثريد استعمل الدالة wait، إذا اللي استعمل الدالة wait حيقع إعادة تشغيله ويواصل الشغل. بالنسبة للدالة is alive، إذا هذه الدالة returns true if the thread is alive which is any time after the thread has been started but before it runs to a completion. يعني أن هذه الدالة حترجع true لو كان الثريد مازال يشتغل. ثم عندنا الدالة join، هذه يمكن أن ترسل exception interrupted exception. This method waits until the thread on which it is called terminates. مثلا هذه الدالة يمكن تستعمل في المين thread، وهذه حتنتظر كل threads الأخرى اللي وقع إنشاؤها من المين thread أن تكون أنهت شغلها. طبعا هذه بعض الدوال، لكن في دوال أخرى وبإمكانكم أن تتعرفوا على دوال أخرى حسب التمارين التي تريدون حله.